وظلت هكذا إلى أن هدمت أيام عبد الملك بن مروان لما هجم الحجاج على المدينة علشان يقضي على ابن الزبير، وهدمت الكعبة فبنيت مرة ثانية في العصر الأموي، وظلت كما هي، لم يمسها أحد بزيادة ولا نقصان ولا كذا، بعدما زاد عبد الملك 9 أذرع أخرى فكانت على هيئتها التي ترونها الآن، لغاية ما جه أحد السلاطين في القرن 17 الميلادي ورأى أو أن الكعبة بدأت تتهدم ويسقط منها الحجارة، فأعاد بناءها مرة أخرى وهي على ما هي عليه من ساعة هذا الخليفة أو السلطان أو الحاكم الذي بناها في القرن 17 من الميلاد. من هو؟ فسؤال الحلقة: من هو آخر من بنى الكعبة بعد رحلة طويلة منذ أنشأها سيدنا إبراهيم؟ من هو؟ وهناك على ما جرت عليه العادة نقول 3 احتمالات: يا ترى السلطان قنصوه الغوري الذي كان حاكما لمصر، أو محمد علي الذي كان حاكما أيضا لمصر وكان الحجاز ولاية من الولايات المصرية، أو هو السلطان مراد الرابع العثماني. يبقى إذن إحنا أمامنا 3 احتمالات: إما يكون قنصوه الغوري، وإما محمد علي باشا، وإما مراد الرابع. يلا ابحث وتأكد وأجب، ومنتظرين إجاباتكم علشان الجائزة السنية 10,000 جنيه من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخدمي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.